كثرة قمة معناها فايدة من البارح، معناها مواطنين متقلقوا، السياح تقلقوا، لوناس تطلبوا فيها من 7 متاع الصباح، وانت حاضر على عين المكان اللي هي كلمتنا تو وين ما عرفتوش، معناها كان صارت فيها اي كارثة اخرى ما تعرفوش. تو نحن مازلنا في الصيف، مانيش باش نحكوا في الشتاء، معناها يتسكر النهج بالماء اخت، هكا حاضر انت على عين المكان، طلبوني قالوا لي وين النهج قمر القديم، انا ما نعرفوش. هكا من الصباح ريتو هكا، حتى فما جروبيه ساعات توريست تدخل تصور هنا خاطر عندها معرض هنا معناها اثار يصوروا فيه، يطلوا يرجعوا، ولوناس راكده بالماء، راكده بالنوم اخت. من السبعة نتاع الصباح هكا نهج القمرق القديم هذه ديما راهو فيه برشا ناس قاعده تمشي وتجي، خاصه انه تويكا فما من غاديكا سياح يتعداو وكل شيء. هل ان الحاله هذه ديما موجوده عندكم والا لا؟ فما في حركيه، فما في سياح يدخلوا، فما في برشا حاجات، فما في معامل، فما في سكان، فما في كل شيء. لكن اختي فما مسلك البلديه ماهيش قايمه بالواجب نتاعها، لوناس نطلبوا فيها ما جاتش هاي تو لوناس من 7 نتاع الصباح وين وصلت تو، فهمتني اختي؟ هاك ترى فيه ما عرفتش البلاصه لا يعرفوا يعرف، فما واحد ما يعرفش يحط خريطه تليفون يعرف، حط الخريطه يعرفها من 7 هكا من البارح هكا، والشيء هذا فهمتني اختي هكا ديما هكا فيه الهم هذايا، الهم ديما في الشتاء تتسكر، في الشتاء برا اللي يسكن من يدور من هكا يعمل 7 كيلومتر باش يدخل الدار، منيش من خاطر ما مش قاعدين يخدموا في الصيف، هذه تجي نورمال خدمتها في الصيف مش في الشتاء، وقت اللي تتسكر هنا جينا، هنا جينا من 7 جينا تو، معناها من 7 جينا تو. ديجا تويكا قاعدين نشوفوا في جماعه لوناس قاعدين يخدموا. هاي بارك الله فيهم، من 7 نتاع الصباح وصلوا تو، يرحم والديهم ما عرفوش البلاصه. من 7 وصلونا تو، من 7 نتاع. الحاله في الشتاء كيفاش تكون؟ الحاله في الشتاء ما تحكيش ما تحكيش. هذا تحكي معاه تقول له نظف، تحكي معاه ما ينظفش. تحكي معاه تقول له الشمينيه تطلعها لفوق ممنوع راهي اللوطه، يقول لك ما تطلعش. علاش ناهي؟ خاطر يمد في الفلوس للحاكم. قمة معناها فايدة من البارح، معناها مواطنين متقلقوا، السياح تقلقوا، لوناس تطلبوا فيها من 7 متاع الصباح، وانت حاضر على عين المكان اللي هي كلمتنا تو وين ما عرفتوش، معناها كان صارت فيها اي كارثة اخرى ما تعرفوش. تو نحن مازلنا في الصيف، مانيش باش نحكوا في الشتاء، معناها يتسكر النهج بالماء اخت، هكا حاضر انت على عين المكان، طلبوني قالوا لي وين النهج قمر القديم، انا ما نعرفوش. هكا من الصباح ريتو هكا، حتى فما جروبيه ساعات توريست تدخل تصور هنا خاطر عندها معرض هنا معناها اثار يصوروا فيه، يطلوا يرجعوا، ولوناس راكده بالماء، راكده بالنوم اخت، من 7 نتاع الصباح هكا.